السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: القبض على سما المصري وحجزها تمهيدا لتقديمها إلى محاكمة عاجلة لنشر الفاحشة في المجتمعات المصرية والعربية والعالمية أيضا. طبعا الخبر ده أثلج صدري، والخبر ده امبارح الجمعة تم القبض على سما المصري وهي في قمة الانهيار وبتقول سيبوني في حالي. طبعا لن نستطيع أن نقضي على أقدم مهنة في التاريخ وهي مهنة الدعارة، لكن احنا لقينا الموضوع مستشري ومتفشي والناس بتجهر بالفاحشة، فالمفروض الرقاب دي تتشال أول بأول، الناس دي تتسجن أول بأول. عملوا الحاجات دي في السر إحنا مش شايفينها، وهم بيجتذبوا فئات قذرة. لكن الـ 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 الانتشار اللي موجود ده والجهر بالمعصية ده ما يرضيش أي حد، وحضرتك مطالب وأي حد مطالب إنه يرفض هذا السلوك المشين. واللي يقول لي خليك في تخصصك اطلع بره القناة، اللي هيقول لي خليك في تخصصك يطلع بره القناة فورا. هدف من أهداف القناة النوء والدفاع عن أعراض البشر ومحاربة الظواهر الشاذة، تمام؟ فالنهاردة في ناس بيقولوا لي خليك في تخصصك، هو الدفاع عن الأعراض محتاج تخصص؟ الناس بيقولوا لي خليها تاخد تاكل عيش، يعني انت موافق على الدعر ده؟ دي نوع من انواع الدياثة، ودي فئة قليلة جدا لا تمثل الشعب المصري او العربي. بالاضافة الى ان انا هستشهد بآيات من القرآن الكريم علشان تعرف، اولا الديوث لا يدخل الجنة ولا يشم رحيقه، ومن الديوث هو من لا يغار على عرضه. لما بنتك تشوف الكلام ده وتقلده يبقى انت مساهم، انت مسؤول. الايات: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النور الآية رقم 19. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أدي آية. رقم 2، سورة البقرة الآية رقم 114. المفروض الناس دي يتعامل إيه؟ فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الناس دي بتلهي البنات عن عبادة الله وعن إن هم يروحوا المساجد، فالمفروض يتعامل فيهم كده. رقم 3، سورة التوبة الآية رقم 14: يشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: يشفي صدور قوم مؤمنين. لما المؤمنين يشوفوا حد بيعمل الفاحشة ونجمه كده بازغ وناجح جدا، ما هو ممكن يتفتن في دينه، فلازم ربنا يشفي صدور الناس دي باللي بيحصل للناس دي اللي هما بيعملوه ده. رقم 4، سورة إبراهيم الآية رقم 27. الآية دي بتدل إن المؤمنين محتاجين تثبيت، محتاجين تثبيت، لازم حاجة ربنا يثبتهم، وإلا لو شافوا كل اللي بيعمل الموبقات ناجح ومنتشر وبيكسب فلوس وعيشته حلوة، ما هو هيتفتن عن دينه، هيسيب دينه. بسم الله الرحمن الرحيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى إذن كون أئمة الكفر أو أئمة الفحشاء دول يتمسكوا كده ويتحبسوا، لما بنت صغيرة تشوف الكلام ده هتثبت على دينها، والناس هتثبت على دينها وعلى يقينها. سما المصري بتصور فيديوهات بورنو، بورنو
وعادي جدا بتقول انا مسنوده. طب لو انت مسنوده مين بقى اللي سندك وانت متقدمه للمحاكمه؟ معنى كده ان في حد في الدوله بيسمح بذلك؟ لا، لكن ده دور حضرتك ودوري ودور كل متعلم ان انت ترفض اي فحشاء. ارجوكم ارفضوا اي فحشاء. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.